السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال الجميع؟ أخباركم؟ عساكم طيبين. درس اليوم راح يكون إن شاء الله عن الكيباد اللي هي لوحة المفاتيح. هذه صورتها، طبعا كما تلاحظون هذه تستخدم، طبعا الكيباد لها تطبيقات كثيرة جدا في الجوالات والتليفونات وغيرها. طبعا هي عبارة عن مجموعة من المفاتيح موصلة داخليا بنظام المصفوفات، يعني ماتريكس. اوكي، طبعا نظام مصفوفات اي عندنا اعمدة وعندنا صفوف. نلاحظ في الصورة في الاسفل، هذه هي الكيباد. اوكي، طبعا هذه المفاتيح داخليا تكون موصلة بهذا الشكل. اوكي، بيكون عندنا صفوف، يعني مثلا في هذا المثال عندنا 4 صفوف و4 اعمدة. اوكي، هذا الصف الاول والثاني، وعندنا الثالث والرابع. اوكي، وهكذا الاعمده. اوكي، عندنا 4 اعمده، فعندنا كم؟ 4 صفوف و4 اعمده. اوكي، فالتوصيل بيكون عندنا في الصف الواحد، مثلا عندنا في الصف الواحد مثلا اللي هو الصف الاول عندنا السويتش، 4 سويتشات. اوكي، هذه 4 سويتشات. اوكي، وفي الصف الثاني 4 سويتشات، والثالث والرابع كله 4 سويتشات. اوكي، يعني في كل صف عندنا 4 سويتش، 4 مفتاح، والعمود ايضا بيكون فيه 4 مفتاح، لان كذا وإننا نازلين تحت من فوق الى تحت. هذا عمود، هذا العمود الاول، وهذا العمود الثاني، وهذا الثالث، وعندنا هنا العمود الرابع. اوكي، اذا يعني عدد المفاتيح بيكون 16، 4 صفوف و4 اعمده، 4 ضرب 4 16، يعني عندنا 16 مفتاح. اوكي، فالفكرة كيف في المصفوفات؟ ان كل سويتش يكون موصل بنقطة في الصف، والنقطة الثانية حق السويتش، الطرف الثاني للسويتش يكون موصل بالعمود. اوكي، يعني طرف للسويتش يكون موصل بالصف، والطرف الثاني للسويتش يكون في العمود، وهكذا بقية السويتشات. اوكي، طبعا لماذا التوصيل الداخل المفاتيح بنظام المصفوفات؟ هذه مهمة لازم نعرفها. نحن قلنا ان موصل كله عبارة عن صفوف واعمدة، هذه طريقة توصيل السويتشات. نعرف السبب، توصيل المفاتيح بنظام المصفوفات يتيح لنا توفير اقطاب المتحكم. اوكي، يعني كيف يوفر اقطاب المتحكم؟ يعني تخيل ان هنا عندنا، إذا كنا بنعد كل السويتشات عندنا 16 سويتش. إذا كنا بنوصل 16 سويتش بالمايكرو كنترولر كذا، يعني راح نحتاج كم 16 أقطاب من المايكرو كنترولر. يعني بلا شك هذا يعتبر خسارة، يعني في كل سويتش إذا كنا بنوصله في قطب من أقطاب المايكرو كنترولر، فهذا في يعتبر يعني استهلاك بالنسبة لأقطاب المايكرو كنترولر. عشان كذا نحن راح نعتمد على التوصيل نظام المصفوفات اللي هو الماتريكس. اوكي، في المصفوفات نختصر، يعني بدل ما نوصل ال 16 سويتشات ب 16 قطب للمايكرو كنترولر، راح نحتاج فقط 8 اقطاب. اوكي، لان كل 4 سويتشات راح تكون موصله في صف. اوكي، عندنا هنا الصف الاول 4 سويتشات، والثاني والثالث والرابع. اوكي، ف16، تخيل 16 سويتش فقط تحتاج 8 اقطاب من المايكرو كنترولر. اوكي، ف4 اقطاب اللي تشوفون هنا الصفوف هذه، 4 اقطاب من المايكرو كنترولر راح تمثل الصفوف. اوكي، اللي في الكيباد راح نوصلها بالمايكرو كنترولر، وال4 الاعمده ايضا راح نوصلها بالمايكرو كنترولر، فكذا بنحتاج 8 اقطاب فقط. بنشوف المثال ان شاء الله بتوضح الفكره. اوكي، بس هنا راح نشرحها نظريا. اوكي، فقلنا اذا استخدمنا الماتريكس كيباد راح نوفر اقطاب المايكرو كنترولر، اذا راح نقدر نستخدم الاقطاب الباقيه الثانيه في تطبيقات اخرى. اوكي، طبعا كما ذكرنا ان الماتريكس كيباد لوحه المفاتيح حق التليفونات والجوالات وغيرها تستخدم الماتريكس كيباد. اوكي، طبعا فكره عمل مصفوفات الماتريكس كيباد، فكره عمله هي تمثيل المفاتيح في صفوف وأعمدة. أوكي، أي يتم توصيل بداية كل مفتاح في الصفوف مع بعضها ليتكون الصف الأول.
نفس الفكرة هنا، اوكي. هذا الصف الاول، اوكي. كل نقطة من المفتاح تكون موصلة بالصف. هذا المفتاح الاول، البداية نقطة الطرف الاول للسويتش يكون موصل عندنا في الصف، اوكي. والمفتاح الثاني الطرف الاول، وهذا الثالث الطرف الاول بنفس الصف. يعني كل الاطراف الاولى للسويتشات تكون موصلة بهذا الصف مثلا، اوكي. هذا الصف الاول، والنقطة الثانية والطرف الثاني للسويتش في الأعمدة، أوكي، وهكذا، أوكي. طبعا هنا عندنا R R1 R2 R3 R4. R تعني صف. نلاحظ وجود أربع صفوف ويتم توصيل مقدار المايكرو كنترولر لمثل الصفوف. والسي يعني كولم. الار طبعا رو اللي هي صف، والسي عندنا الكولم تعني عمود. نلاحظ وجود أربع أعمدة سي 1 و2 و3 و4 يتم توصيلهم بأقطاب المايكرو كنترول اللي يمثل الأعمدة، أوكي. طبعا كما وضحنا سابقا، لمعرفة عدد المفاتيح نقوم بالعملية الحسابية التالية، أوكي. عدد المفاتيح يساوي عدد الصفوف ضرب عدد الأعمدة، أوكي. كم عندنا من صفوف؟ عندنا 4 روز هنا، أربع صفوف، وعندنا أربعة كولومز اللي أربع أعمدة، أوكي. 4 ضرب 4 16، إذا لدينا 16 مفتاح. أوكي، السؤال الأهم، كيف يحدد المايكرو كنترولر المفتاح المضغوط؟ أوكي، نحن قلنا عندنا 16 مفتاح، أوكي. لو نجي هنا عندنا 16 مفتاح. كيف يعرف المايكرو كنترولر إنك مثلا على سبيل المثال ضغط المفتاح هذا اللي هو 5؟ طبعا يتعرف المايكرو كنترولر على المفتاح المضغوط بعملية تسمى المسح في سكانين، أوكي. راح يحصل عندنا سكانين، نلاحظ هنا في الصورة. طبعا هذه السكان، أوكي. فراح عندنا مثلا على سبيل المثال عندنا الأعمدة، عندنا الأعمدة راح نطلع منها إشارة، أوكي. راح نطلع منها مثلا واحد منطقي، أوكي. إذا طلعنا مثلا في العمود الأول واحد منطقي، أوكي، بيروح لكل السويتشات اللي موصلة في العمود الأول، أوكي، وهكذا العمود الثاني والثالث، أوكي. فالفكرة كيف؟ إن مثلا إذا ضغطنا، إذا مثلا الإشارة جت هنا، أوكي، مثلا الحين الإشارة هنا، إذا ضغطنا السويتش راح تمر كذا من خلال السويتش وتدخل في الصف، في الصف الثاني. إذا نحن في المايكرو كنترولر نقول إذا تم الضغط، إذا تم يعني إرسال نبضة، يعني إشارة واحد منطقي على العمود الثاني مثلا، وهذه الإشارة مرت وخشت للمايكرو كنترولر من خلال الصف الثاني، فهذه اللحظة يعني الزر المضغوط راح يكون اللي هو 5، أوكي. يعني مثلا، أوكي، هذا مثال. طبعا عندنا هنا نلاحظ أول شيء نرسل إشارة على الأعمدة، بعدين إذا تم الضغط يحصل عندنا تقاطع، فبتجي الإشارة بتدخل للمايكرو كنترولر، أوكي. فنحن وش بنسوي؟ نقول المايكرو كنترولر إذا مرت الإشارة اللي في العمود الأول مرت من خلال الصف الثاني وخشت في المايكرو كنترولر الصف الثالث عفوا هنا، فبيكون الزر المضغوط مثلا هذه قيمته، أوكي. نحن نحدد القيمة في عندنا في البرمجة، أوكي. طبعا هذه الأفكار راح توضح إن شاء الله في التطبيق، هنا بيكون معقد شوي، أوكي. نرجع للدوكيمنت، أوكي. نحن في مثالنا راح نستخدم عندنا الأعمدة، راح نحدد الصفوف عندنا كخرج، اوكي. يعني الصف عندنا الصفوف هذه الاربع صفوف راح نمثلها كخرج، اوكي، وعندنا الاعمده كدخل، اوكي. يعني تخيل ان هنا راح الاشاره اللي كنا نشوفها في الصوره اللي قبلها، هذه الاشاره نحن راح نستخدم العكس، اوكي. هنا في حالتنا عندنا الاشاره قاعد تطلع من الاعمده، ويتم فحص هل هي خشت في الصف عشان يحدد المفتاح ام لا، اوكي. اما نحن عندنا في المثال هنا راح نستخدم الصفوف كخرج، اوكي. يعني راح نطلع اشاره في كل صف، واذا تم الضغط على السويتش راح تمر الاشاره اللي جت في الصف الى العمود ونحدد السويتش المضغوط، اوكي. هنا باختصار العمليه، اوكي، يتم في البدايه تحديد الصفوف كخرج والاعمده كدخل، اوكي. نخرج واحد منطقي على الصفوف بالتوالي، اوكي. يعني مثلا نجي هنا في الصف الاول راح نطلع واحد منطقي، اوكي. بعد
واحد في الصف الثاني والثالث والرابع، اوكي، وهكذا بصفة دورية، اوكي، نخرج واحد في اي لحظة من هذه اللحظات. لو صادف انك ضغطت السويتش مثلا والاشارة جت في الصف الاول وانت ضغطت السويتش في العمود الثالث، راح تمر الاشارة اللي جت منه الى العمود الثالث ونحدد السويتش برمجيا، اوكي. هذه الفكرة باختصار. هنا يتم في البداية تحديد الصفوف كخرج والاعمدة كدخل، نخرج واحد منطقة على الصفوف بالتوالي، عند الضغط على اي مفتاح سوف يمر التيار الى العمود الموصل فيه المفتاح، اوكي. يعني مثلا ارسلنا هنا اشارة، مثلا نضغط السويتش راح تيجي كده وتمر في العمود الثالث هنا ونحدد القيمة برمجيا، اوكي، نحدد وظيفة السويتش اذا بغينا نعرض قيمته او اي امر ثاني، اوكي. بعدين عندنا نفحص بالمايكرو كنترول اذا مرت هذه الاشارة من الصف اللي ارسلنا فيه الاشارة الى العمود الموصل فيه المفتاح، بعدها طبعا نحدد وظيفة المفتاح، اوكي. طريقة توصيل لوحة المفاتيح مع المايكرو كنترولر، طبعا احنا ذكرنا انه بيكون عندنا اربع صفوف واربع اعمدة. في هذه الحالة راح نحتاج 8 اقطاب، اوكي، يعني بايت كامل، راح نحتاج بايت كامل من اقطاب المايكرو كنترولر، اوكي. مثال، اذا كنا بنسوي مثال، خلنا نفرض ان الكيباد اللي عندنا راح نوصله، لوحة المفاتيح راح نوصله مع المنفذ دي في المايكرو كنترولر، اوكي. طبعا كما هو معلوم ان البورت دي عبارة عن بايت كامل، اوكي، من الدي 0 الى الدي 7، اوكي. فنحن وش بنسوي؟ راح نوصل العمود الاول مع الدي 0 والعمود الثاني مع الدي 1 والعمود الثالث مع الدي 2 والعمود الرابع مع الدي 3، اوكي. وعندنا هنا الصف الاول مع الدي 4 والصف الثاني مع الدي 5 والصف الثالث مع الدي 6 والصف الرابع مع الدي 7، اوكي. هنا عندنا طبعا الكولومز، العواميد عندنا هنا هذه الأعمدة، وهنا عندنا الصفوف، اوكي. نشوف مثال اول يوضح الفكرة. كما تلاحظون عندنا هنا عندنا شاشة LCD، طبعا هذه LCD 20 باي 4 يعني 20 ضرب 4، أكبر من LCD اللي كنا نستخدمها قبل. طبعا نجيبها من المكتبة، من اللايبرري عندنا هنا، نكتب LCD، عندنا هنا اللي هذه 20 باي 4 20 ضرب 4، هذه المقاس حق ال LCD. طبعا عندنا هنا في الليست طبعا توصيله بيكون راح نفس ال LCD اللي استخدمناه قبل، اوكي، نفس التوصيل. فشرحنا في درس ال LCD التوصيل بالنسبه للاقطاب، اوكي. الان بنوصل لوحة المفاتيح، اوكي. نجيب سويتش، طبعا راح نسوي مثال، راح نسوي صف واحد، صف واحد يعني راح نعرف الفكرة كيف يتم قراءة المفاتيح المضغوطة في هذا الصف، اوكي. راح نمثل صف واحد، اوكي،
والبقية ما راح نوصلهم. فهذا مثال فقط للتوضيح، اوكي؟ احنا بنوصل 16 مفتاح في المثال الثاني، بس في المثال الاول راح نوضح عشان نفهم الفكرة برمجيا كيف يتم قراءة المفاتيح في الصف الاول، اوكي؟ في الصف الاول، طبعا في الصف الاول عندنا اربع سويتشات، يعني بنحتاج اربع عواميد، اوكي؟ نشوف المحاكاة، هذا السويتش الاول، هذا السويتش الثاني، الآن كما تلاحظون عندنا هنا قلنا نوصل الطرف الأول للسويتش مع الطرف الثاني، أوكي، عشان نمثل الصفوف. الطرف الأول للسويتش مع الطرف الأول للسويتش الثاني، اوكي. كذا نلاحظ ان الصفوف موصلة مع بعض، اوكي. الان نوصل الاعمدة، نجي هنا في التيرمينال مود، نختار الديفولت هذه الاداة، اوكي. الحين هذه الأعمدة عندنا، اوكي، هذه الأعمدة وعندنا صف واحد، اوكي، هذه كلها بنوصلها كدخل للمايكرو كنترولر، بيكون عندنا قلنا الصف كخرج، اوكي. الآن نسمي الأعمدة، نضغط دبل كليك على العمود الأول، هذا عندنا بيكون عندنا بيكون هذا السي واحد، هذا عندنا السي اثنين، الحين وصلنا الأعمدة، قلنا العواميد بتكون عندنا هذا السي واحد اثنين ثلاثة، هذا أربع عواميد، أوكي. يعني الصف الأول هذه الأعمدة، وعندنا الصف راح يمثل كل السويتشات اللي هنا اللي هو R1، راح نوصله بالدي 4، أوكي. إذا هذا نسميه R1. الآن نجي للمايكرو كنترولر، هذا عندنا الدي صفر، راح نوصل فيه العمود الأول، يعني تخيل ان هذه الاشكال اللي هنا تخيلها كأنها توصيل، اوكي، نفس هذه التوصيلات، بس عشان تكون الدار عندنا سهله راح نمثلها بالقيم، اوكي. يعني تحط وش اسمها، تحط هذا الشكل هنا وتوصله وتكتب نفس الاسم، لازم يكون متوافق مع هذا مثلا، اوكي. فانت اول ما تحط نفس الاسم راح توصل داخليا واير سلك نفس هذا، بس ما تلاحظ انت موجودين، اوكي.
فانت اذا حطيت نفس هذا الاسم، اذا حطيت مثلا هنا سي 1، فانا كاني وصلت هذول مع بعض، اوكي؟ وهكذا. هذا نوصله، هذا يعتبر العمود الثاني لو سي 2 هنا. كده وصلنا العوامد، اوكي؟ قلنا الصف لو هذا راح يكون في الدي 4، اوكي؟ هذا الصف الاول دي، نحن راح نستخدم صف واحد، اوكي؟ لان ما راح نوصل السويتشات كلها. هذا ار 1، اوكي. الان قلنا راح نخلي، راح نحط هذا كخرج، اوكي؟ عندنا هذا كخرج، يعني تخيل ان اشاره تطلع من المايكرو كنترولر وتمشي هنا، اوكي؟ تجي الاشاره من المايكرو كنترولر اوكي؟ قلنا ان هذا بيكون خرج، اوكي؟ الصفوف عندنا، الصف هذا بيكون خرج، اوكي؟ يعني بنطلع منه اشاره، تخيل ان اشاره تجي كذا تمشي في الصف الاول، بتلاقي ان السويتش مو بمضغوط، ما راح تمر في العمود الرابع اللي هو سي 4 هنا، اوكي؟ اوكي؟ تجي الإشارة بتمشي هنا، بتلاقي سويتش أيضا ما راح تقدر تمر في العمود الثالث، أوكي؟ وهكذا بتمشي لكل السويتشات. تخيل إن الإشارة تجي كذا، إن الإشارة تكون ماشية زي كذا ويتم الضغط على السويتش، أوكي؟ يعني تخيل إن السويتش تم ضغطه، أوكي؟ بتمر وتروح من خلال السي 3، يعني بتجي من الآر 1 من الصف الأول، راح تمشي راح تلاقي إن السويتش الأول هذا السويتش مهم مضغوط، عشان كذا ما راح تمر في السي 4. بتكمل الإشارة بتجي هنا، فهذا السويتش مثلا بتلاقيه مضغوط، بتمر زي كذا وتطلع من السي 3، أوكي؟ فنحن في كل، بكل بساطة في المايكرو كنترولر كيف راح نعرف أن هذا السويتش مضغوط ولا لا؟ بنقول إذا تم إخراج نبضة على الآر 1 وهذه النبضة مرت من خلال السي 3، نحدد قيمة السويتش، أوكي؟ ذيك الساعة يعرف المايكرو كنترولر ان تم ضغط على هذا السويتش، اوكي؟ نوضح مثال ثاني. مثلا خلينا نقول ان طبعا بتطلع منا، بنرسل منا نبضة، اوكي؟ اشارة، بنرسل اشارة واحد منطقي مثلا، اوكي؟ تجي منا السويتش الاول، مثلا ما ضغطنا السويتش الاول، تكمل منا ما ضغطنا ومرت منا، طبعا بتمر منا لانه موصل، ايضا ما لم يتم الضغط على السويتش، تيجي هنا لم يتم الضغط على السويتش، تيجي هنا خلينا نفرض ان ضغطنا ده السويتش مضغوط، اوكي؟ بتمر هنا، اوكي؟ يعني الاشاره بتكون مرت من خلال ثلاث سويتشات وما طلعت من العمود، اوكي؟ في المفتاح الاخير مر التيار ولقى ان السويتش مضغوط، بيمر في السي 1، اوكي؟ فنحن اذا كنا بنحدد قيمه هذا المفتاح في المايكرو كنترول، يعني نتعرف عليه يبقى نتأكد ان هل هو المضغوط ام لا، وش نسوي؟ نقول اذا تم يعني عندنا مثلا واحد منطقه على هذا الصف، اوكي؟ يعني مشى التيار في هذا الصف ومر من خلال العمود الاول، فهذا المفتاح يمثل واحد مثلا، اوكي؟ او اي قيمه نحن نبيها. فهذه الفكره بكل بساطه، نحن نحط نسمي المفاتيح نكتب هنا مثلا واحد، نكبر الحجم شوي، بعدين بيست،
نغير القيم هنا. طبعا هنا واحد زي ما هو، بنخلي هذا السويتش واحد وهذا الثاني. عندنا هذا الرابع بيكون اوكي. اوكي. فنحن بنفرض ان هذا واحد وهذا اثنين، عندنا الثالث والرابع اوكي. فنروح للكود. طبعا عندنا هنا تلاحظون في الكود هنا عندنا عرفنا اقطاب ال LCD، وهذه الداله الرئيسيه فيها تعريف ال LCD فقط اوكي. يعني لسه ما حطينا الكود الخاص بالكيباد اوكي، فقط ال LCD. اوكي قلنا عندنا في الكود عندنا تعريف ال LCD، هذه اقطاب ال LCD. عندنا في بدايه المين فانكشن عندنا تعريف ال LCD ايضا، وهنا عندنا الحلقة اللانهائية اوكي. برنامج فاضي طبعا، ما في اي شيء عن الكيباد. نجي في البداية قلنا ان الصف بيكون كدخل اوكي، يعني عندنا الصف هذا نحطه عفوا كخرج، هذا الصف بيكون عندنا كخرج اوكي، نطلع منه واحد منطقي. حطينا الصف اللي هو R1 حطيناه كخرج اوكي. وعندنا الآن أربعة أعمدة اوكي. اوكي عندنا ال D4 as output الرو الاول، الصف الاول اوكي first row. عندنا الحين نعرف العواميد كدخل اوكي، قلنا لان اي اشاره تيجي هنا اذا ضغطنا على السويتش تطلع منه وتدخل للمايكرو كنترول، ف لابد من تعريف جميع الاعمده كدخل اوكي. عندنا أول عمود في D0، يساوي واحد دخل. اوكي هذه عندنا الثلاث اعمدة اوكي، قلنا العمود الاول يكون في D0 والثاني في D1 والثالث في D2 والرابع في D3 اوكي. هذا C1 على C4 اوكي. نجي الآن عندنا هنا الحلقة اللانهائية اوكي، طبعا نحط حلقة لا نهائية لأن راح نسوي سكان، يعني راح نضغط سويتشات باستمرار اوكي، فما يصنع نحط بدون لوب اوكي، لابد ان نحط لوب عشان
لأننا بنضغط سويتشات باستمرار. أوكي، نبي السكان يكون باستمرار. نجي هنا، أول شيء قلنا نطلع واحد منطقي، نطلع واحد منطقي على الصف. أوكي، فآر 1 لازم نطلع فيه لوجيكون. أوكي، بعدها نفحص. بعد عندنا في الاف ستيتمنت راح نشوف هل هذه الإشارة اللي جت منا طلعت في العمود اوكي نكبر اوكي قلنا الحين نفحص في الاف ستيتمنت عشان نشوف ان هذه الإشارة اللي طلعناها من الار 1 هل طلعت من خلال السي 4، اي ان رقم 4 تم ضغط سويتش رقم 4 اوكي، ام ان مرت في العمود الثالث اي تم الضغط على السويتش رقم 3 وهكذا اوكي لبقية السويتشات. بنحط مثال للسويتش الاول اوكي، بنقول اذا جت الاشارة وتم الضغط على السويتش اي مرت في السي 1 فراح نمثل هذا برقم 1، راح نعرض على ال سي دي رقم 1 اوكي. اوكي طلعنا الواحد منطقي في الصف، نجي هنا يساوي 1، قلنا اذا كان الصف الاول يساوي 1 اي الواحد المنطقي اللي هنا دخل على المايكرو كنترولر فيكون هذا 1 اوكي. نجي نعرض في ال سي دي القيمة، طبعا بنعرض كحرف لان ما يصير نعرض رقم 1 فلا بد ان يكون على شكل حرف كار اوكي. الصف الاول العمود الاول في ال سي دي اوكي. الان قلنا اذا هذه الاشاره مرت طلعت من العمود الاول فهذا هو رقم 1، عفوا هنا حطينا اي طبعا نحط 1 لازم اوكي كذا 1 اوكي. نسوي ران نحمل الكود أول شيء. أوكي، تلاحظون في البداية أن كل بداية السويتشات باللون الأحمر. أوكي. قلنا التيار جاء كذا في السويتش الاول واقف هنا في الطرف مثلا، والسويتش الثاني هنا، والسويتش الثالث والرابع كله احمر. بمجرد انك تضغط على السويتش راح هذه يتلون بالاحمر، يعني انه راح في العمود المقابل للسويتش اوكي. نضغط هنا مثلا عرض 1 اوكي، خلينا نعلق على السويتش. شوف ان التيار جاء كذا، هذا جاء احمر الحين مر، اذا 1 عرض 1 لو جينا في السويتش الثاني ايضا بيجي التيار كذا بيمر بيطلع من نفس العمود بس ما راح يعرض شيء اوكي. ليه؟ لان ما فحصنا العمود الثاني اوكي. نسوي نفس، نفحص العمود الثاني، نسوي كوبي اوكي. هنا طبعا نغير، بنعرض رقم 2
قلنا ان العمود الاول بيكون في بي في الدي صفر، اوكي هذا موصل بالدي صفر، اذا الدي واحد. هذا اثنين. اوكي فهذه هي الفكرة بكل بساطة. اوكي اول شيء نطلع واحد منطقي على اي صفد. طبعا في لو تلاحظون هنا عندنا 16 سويتش، اوكي يعني اربعة صفوف، اوكي راح يكون نفس الفكرة في بقية السويتشات، اوكي نفس الشيء. بس نحن نعرف ان القيمة المنطقية الواحد اللي في الصف هل طلعت من العمود الأول أو الثاني أو الثالث، ونحدد القيمة اللي نبيها في السويتشات، أوكي؟ طبعًا هذا مو بلازم يكون واحد، أي قيمة تبيها، أوكي؟ فهذه الفكرة، أوكي؟ نفحص السويتش الثالث اللي هو بيكون في السي 2. اف هاي بيكون ثلاثة. هذا ولا شيء لان ما فحصنا العمود الرابع. اوكي طبعا لو تلاحظون ان هذا فقط للصف الاول، اوكي يعني كم امر عندنا، هذه الاف الاولى والثانيه والثالثه، يعني بمعنى اخر ان لو عندنا في هذا المثال عندنا 16 مفتاح، يعني تخيل انك راح تكتب كل هذه الاوامر 16 مرة، اوكي؟ يعني تخيل ان عندك البرنامج مثلا بهذا الطول، اوكي؟ الكود عندك 16 مرة، اوكي؟ فبلا شك انه بيكون متعب ومعقد جدا، اوكي؟ فنحن عشان كذا في الدرس في الفيديو القادم راح نتعلم كيف نستخدم المكتبة الجاهزة للكيباد، اوكي؟ اللي في المايكروسي، اوكي؟ طبعا هذه المكتبة موجودة عندنا في الهيلب، نروح للمايكرو سي برو فور بيك لايبريز، عندنا الكيباد لايبرري هنا. طبعا هذه الدوال راح نستخدمها ان شاء الله في الفيديو القادم. طبعا هذه الدالة توفر عليك الكثير من الوقت، اوكي طبعا دوال تستدعيها. طبعا نوصل الكيباد هذه 16 مفتاح فيها، نوصلها بالبورت دي مثلا، اوكي فتخيل ان نستدعي مثلا هذه الداله عشان نعرف الزر المضغوط ونعرضه في ال LCD او نسوي اي امر ثاني، اوكي فنحن هنا وضحنا، بس يعني وضحنا بطريقه برمجيه كيف فكره العمل، اوكي يعني بامكانك ان تكتب هذا الكود باي طريقه ثانيه، اوكي فهذه الفكره، اوكي نطلع واحد منطقي من شو اسمه من اي صف مثلا الصف الاول، اوكي بعدين نفحص السويتشات بس. طبعا فالاشارات اللي راح تطلع في الصفوف اذا كان عندنا مثلا اربع صفوف 16 سويتش راح تكون بصفه دوريه، يعني مثلا بالصف الاول بتطلع فيه اشاره، اوكي هنا مثلا نوضح هنا في الصف الاول تطلع فيه اشاره، وبعد الصف الثاني والثالث بصفة دورية، اوكي اذا صادف لحظة من اللحظات اذا كان مثلا الاشارة جت هنا وانت ضغطت على السويتش راح يعرضك القيمة بسرعة، اوكي فالسكان عندنا لابد انه يكون مستمر، عشان كذا نحن هنا حطينا الوايل لوب، اوكي انفينيت لوب اللي هي اندلس لوب، حلقة لا نهائية، اوكي لان السكان لابد انه يكون عندنا
مستمر. اوكي، ف هذا بشكل مختصر الفيديو الاول. ان شاء الله في الفيديو الثاني راح نستخدم المكتبه الجاهزه للكيباد. اوكي، وراح ان شاء الله نسوي تطبيقات نفهم فائده الكيباد ان شاء الله باذن الله. اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.